تفضل ليك الكلمه تفضل من غير سؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تصريح حسين العباسي لم يكشف بقدر ما اكد حقيقه عاريه بات يعرفها الجميع. الجميع بات يعلم ويعرف ان اتحاد الشغل ساهم مساهمه مفصليه في اجهاض المسار الثوري منذ بداياته، واستخدم الاجراء في معركه لا ناقه لهم فيها ولا جمل. اتحاد الشغل او تصريح حسين العباسي هذه المرة في لحظة صدق كشف الوظيفة التاريخية أو المهمة الوظيفية التاريخية المقدسة لاتحاد الشغل باعتباره جدار صد إيديولوجي واجتماعي في وجه ما يسمى الإسلام السياسي، وبالتالي ساهم في تكريس سردية فشل الإسلام السياسي. اتحاد الشغل ثبت أنه ظهير عملي وحليف موضوعي للمنظومة القديمة، وهو الذراع السياسية لمن لا ذراع لهم من اليسار الوطني ومن القومش الذين تسللوا إلى مواقع التأثير السياسي من خلال النشاط النقابي المسيس الذي كفاهم مؤونة المرور بصناديق الاقتراع. حسين العباسي تحدث عن لحظة تاريخية في تاريخ تونس، تحدث عن لحظة مخاض ثوري غير مسبوق في المنطقة، أنتجت وضعية مساءلة تاريخية لأول مرة منذ انهاء الاحتلال الفرنسي المباشر. هذه المساءلة التاريخية أو ما أسميه جدل التأسيس كان يخشى أن يتحول إلى لحظة نمو أو لحظة بروز للدلوج الإسلامية الجذرية، وما يمكن أن يضع العلمانية والديمقراطية والرأسمالية موضع تساؤل كبير. ومن هنا كانت المكائد والمؤامرات والدسائس لضرب التجربة، وكان اتحاد الشغل جزءاً أصيلاً من هذه المكائد والمؤامرات والدسائس. صابر صابر صابر